السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستشار رئيس الجمهورية للصحة قد نضطر لفرض الحظر الشامل. نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ما تردد من تصريحات منسوبة له تهدف إلى تخويف المواطنين، مشدد على أنه لا يملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم يصدر منه أي تصريحات لتخويف المواطنين. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن أن الدولة قد تضطر لإجراءات أكثر صرامة وفقاً للأرقام الخاصة بالإصابات، موضحاً أن الدولة قد تضطر لفرض الحظر الشامل في ظل زيادة الأعداد، لأن صحة الإنسان هي الأولوية للدولة والحكومة تدرس كل هذه الإجراءات في ضوء حماية المواطن والدولة والاقتصاد وفق توازنات شديدة، وصحة الإنسان هي الأهم. وأوضح أن فيروس كورونا عنيف ومعدي وينتشر بسرعة كبيرة جدا، ونلاحظ أحد المرضى بأنه تعرض للعدوى دون أعراض، مشيرا إلى أن خطورة فيروس كورونا تكمن في الانتشار، وهذا السبب في زيادة الأعداد خلال الأيام القليلة الماضية، والزيادة في الأعداد متوقعة ونتمنى عدم زيادتها. وطلب بضرورة البعد عن التجمعات والاعتماد على الوسائل الوقائية والاحترازية، موضحا أن تصريحات رئيس الوزراء كلها تتحدث عن دراسة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفقا لتقدير الموقف ومدى الاحتياج لإجراءات مثل هذه في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.